سيارة أوبل فيفارو مطروحة في السوق منذ عام 2001، وحتى الآن تم إنتاج أكثر من 750 ألف سيارة، وغالبية الأوروبيين يستخدمون في أغراض النقل، بخلاف الألمان فنصفهم يفضل النسخة العائلية. قد يمثل وجود 5 مقاعد فقط في سيارة عادية مشكلة بالنسبة للبعض لأنها غير كافية، لذا ربما ينتهي المطاف بهؤلاء إلى اقتناء سيارة فان صغيرة أو فان مدمجة ب7 مقاعد كما في بعض سيارات الدفع الرباعية. ولكن إذا لم تكن المقاعد 7 بدورها كافية، فإن فيفارو هي السيارة المناسبة، حيث توجد منها موديلات ب9 مقاعد. وحتى تصبح الأسعار أيضاً مناسبة للزبائن، تعاول أوبل على تعاون ألماني فرنسي. تنتج سيارة أوبل فيفارو بالاشتراك مع شركة رينو، ويتجلى هذا في التصميم الداخلي برمته، فالمفاتيح هنا لم تصنع في روسلزهايم وإنما في فرنسا. من ناحية الشكل، تم إدخال تعديلات على الموديل الحالي من فيفارو لتتناغم مع التصميم المألوف لدى أوبل. فعلى سبيل المثال، تزين المقدمة شبكة تبريد كبيرة مطلية بالكروم، بالإضافة إلى المصابيح المميزة. تقدم أوبل فيفارو بطولين مختلفين، أولها بطول 5 أمتار والآخر يزيد عنه ب40 سنتيمترا. وعلى الجانب المخصص للساق، تتيح أوبل الاختيار بين الباب العادي والباب السحاب، ويمكن أيضا استبدال البابين الخلفيين بباب واحد يفتح إلى الأعلى. داخل سيارة فيفارو مصنوع من البلاستيك المتين والعملي، ما يتيح تنظيفه بسهولة. ولغرض التسلية، توجد في المقدمة شاشة قطرها 7 بوصات. تحظى فيفارو بمقاعدها 9 بشعبية واسعة لدى الأسر الكبيرة على وجه الخصوص. فإلى جانب المساحة الكافية للساقين، تتوفر إمكانية فك صف المقاعد الثاني والثالث بسهولة. وفقا للكتيب الأنيق الذي وجدته في السيارة، يمكن فك هذه المقاعد الخلفية بسهولة ودون الحاجة إلى أدوات متخصصة. والآن سنختبر هذا عمليا. هنا توجد رافعة وعلينا فقط شدها إلى الأعلى. ثم أدخل السيارة وأفك صف المقاعد الثاني هكذا. فعند رفع المقاعد إلى الأعلى قليلا تنفصل عن الأرضية. والأمر نفسه ينطبق على الصف الثالث. لكني ربما أحتاج لرافعة لكي أستطيع حمل هذه المقاعد، وهو ما ينطبق على الصف الثالث كذلك. ولكن على أي حال، يمكن طي المقاعد أيضا كما أفعل الآن بكل بساطة. محرك الديزل بسعة 1.6 لترات في أوبل فيفارو بقوة 145 حصانا وعزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر. في ألمانيا يبلغ سعر السيارة التي اختبرناها اليوم حوالي 40 ألف يورو. سيارة ذات حمولة عالية بنظام جلوس مرن لعدد من المقاعد يصل إلى 9، بالإضافة إلى الكثير من أنظمة السلامة كالنظام المساعد أثناء القيادة في المرتفعات، وكذلك نظام الحماية عند تجاوز السيارات الأخرى. كل هذا يجعل فيفارو كومبي مثيرة للانتباه في سوق السيارات متعددة الأغراض.